كوريا في العاشرة نقدم لكم يوميا حصادا لآخر التطورات والأحداث في سوريا والمنطقة. نبدأ بالعناوين. الشرطة العسكرية تعلن إغلاق معبر عون الدادات حتى إشعار آخر، وتقول إنه بسبب سوء معاملة قسد للوافدين. قسد تفرض حصارا على مناطق سيطرة النظام في مدينة الحسكة، ومصادر محلية تقول إنه بسبب منع الاحتفالات بمناسبة حرب تشرين. الجيش الإسرائيلي يطالب اللبنانيين بالابتعاد عن ساحل البحر جنوبي نهر الأول، وينشر الفرقة 91 على خطوط القتال. وفي الذكرى الأولى لطوفان الأقصى، أكثر من 40,000 قتيل ونحو 100,000 جريح، والقسام تؤكد أن خيارها هو الاستمرار في معركة استنزاف طويلة مع إسرائيل. نبدأ بملف معبر عون الدادات، معنا مراسلنا لمزيد من التفاصيل، تابعونا. أهلا بكم من جديد. أعلنت الشرطة العسكرية إغلاق معبر عون الدادات الإنساني حتى إشعار آخر بين مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية والجيش الوطني. وأضافت الشرطة العسكرية العاملة بريف حلب الشمالي والشرقي بأن القرار جاء نظرا للأوضاع الإنسانية وتصرفات قسد مع القادمين من مناطق سيطرة النظام السوري. وكان المعبر قد تم افتتاحه مؤقتا عقب توافد آلاف السوريين القادمين من لبنان عبر مناطق سيطرة النظام نحو المعبر خلال الأيام الفائتة، ودخلوا مناطق سيطرة الجيش الوطني عبر البوابة. نتعرف في هذه المادة إلى معبر عون الدادات بريف حلب الشرقي. عقدت الحكومة السورية المؤقتة اليوم اجتماعا في مدينة عزاز بريف حلب، تناولت خلاله موضوع العائدين من لبنان إلى مناطق شمال غربي سوريا. تركز الاجتماع على تحديد الاحتياجات اللازمة للعائدين من النواحي الإنسانية والصحية والتعليمية والخدمية، إضافة إلى سبل تنسيق العمل وتوحيد الجهود. هذا وحضر الاجتماع وزير الداخلية ولجنة استقبال ومعالجة أوضاع العائدين التابعة للحكومة المؤقتة وممثلون عن المنظمات الإنسانية بالمنطقة.
معنا الآن من الباب مراسلنا همام الزين. همام، ما قصة معبر عون الدادات ولماذا تم إغلاقه؟ نعم آلاء، اليوم صدر من قبل الشرطة العسكرية قرار كان مفاجئ لكثير من السوريين الراغبين في العودة إلى هذه المنطقة والقدوم إلى هذه المنطقة بشكل عام، ويعني بوابتهم الوحيدة للدخول إلى هذه المنطقة بشكل نظامي هي معبر عون الدادات الموجود في منطقة جرابلس. هذا القرار الذي كان مغتضب نوعا ما، الشرطة العسكرية قالت من خلاله أنه تم إغلاق المعبر حتى إشعار آخر، وقالت أن هذا الإغلاق جاء بسبب التصرفات غير الأخلاقية التي ترتكبها قوات قسد الموجودة في ساحة المعبر مع جميع السوريين القادمين باتجاه هذه المنطقة. أغلق المعبر بعد أن دخل قرابة 2000 شخص قبل أيام من الآن باتجاه هذه المنطقة، كان الجزء الأكبر منهم قادمين من مختلف المحافظات السورية، وأيضا قسم منهم جاء من جنوب لبنان وهم سوريون، يعني بطبيعة الأحوال قدموا إلى هذه المنطقة وبقيوا عالقين في تلك الساحة قرابة ليلتين متتاليتين حتى شهدت المنطقة احتجاجات، وهذه الاحتجاجات تطورت لاقتحام المحتجين المعبر وإخراج جميع العالقين من ذلك المعبر. من المقرر كان يعني أن يدخل يوم غد الثلاثاء قرابة 10,000 شخص قادمين أيضا من محافظات سورية مختلفة ومن جنوب لبنان باتجاه هذه المنطقة، ولكن هذا القرار نوعا ما يعني ربما قد يغير في مسار جميع القادمين باتجاه هذه المنطقة، لأنهم سيعرفون أنهم سيبقون مدة طويلة في ساحة المعبر على غرار ما جرى مع الأشخاص الذين كانوا في الأسبوع الفائت أيضا في ساحة المعبر وبقيوا يعني مدة طويلة في تلك المنطقة حتى سمح لهم بالدخول باتجاه ريف حلب. حتى الآن يعني لم تتوضح الأمور بشكل كامل، ولكن وصلتنا أنباء لم نستطع التأكد من صحتها. هناك مصادر أكدت هذا الأمر ومصادر نفت هذا الأمر، وهي أن القرار سيلغى يوم غد وسيعود المعبر للعمل بشكل طبيعي، ولكن لا يمكننا التأكد من هذه المعلومة حتى يصدر بيان أو قرار بشكل رسمي من قبل الشرطة العسكرية يلغي القرار السابق ويعمل ويقوم بتفعيل المعبر. لكن إذا كان ثمت مشكلة بالطريقة التي تتعامل بها قسد همام، إذا لماذا يتم إغلاقه اليوم وغدا يفتح؟ هل تم حل هذه الإشكالية؟ هذا ما يمكن أن نفهمه من التراجع عن القرار. حتى الآن لا يوجد شيء واضح بخصوص هذا الأمر آلاء، كما ذكرت هي أنباء وصلتنا، أشخاص ومصادر أكدت هذا الأمر ومصادر نفت نفيا قاطعا أي عودة لافتتاح المعبر على الأقل خلال الفترة الحالية أو الفترة القريبة، ولكن في حال يعني كان هناك جدية في هذا الأمر سيتم التوضيح من قبل الشرطة العسكرية ببيان يعني كما ذكرت يعني يلغي القرار السابق ويجدد قرار جديد أو يعمل على إقرار قرار جديد بخصوص فتح المعبر. كنت أود التنويه لنقطة معينة آلاء، أنه بسبب إغلاق هذا المعبر سيدفع الكثير من السوريين الراغبين بالدخول إلى هذه المنطقة للجوء للمعابر غير النظامية، معابر التهريب، وهذا الأمر الذي سيكلفهم طاقة إضافية، يكلفهم مبالغ إضافية، سترهقهم بكل تأكيد وستزيد من أعبائهم. نحن نتحدث عن أشخاص قادمين من مسافات طويلة من لبنان باتجاه هذه المنطقة، مروا عن طريق الحواجز التابعة لجيش النظام الفرقة الرابعة على وجه التحديد، بعدها باتجاه معبر التايهة الذي تسيطر عليه قوات قسد ويفصل بين قوات قسد وقوات النظام، ومن بعدها سيصلون لعون الدادات. كل هذه المناطق آلاء سيخضعون يعني سيخضع جميع السوريين القادمين لدفع الأتاوات للحواجز التي لا تعتبر يعني نوعا ما نظامية، تتبع لفصائل لكل جهة على حدة، ولكن ستكلف السوريين بشكل عام مبالغ كبيرة سترهقهم وتزيد من أعبائهم بشكل عام. همام، ماذا عن الحديث عن دفعة أخرى من اللاجئين كان يجب أن تدخل غدا ربما أو بعد غد، هل من أخبار عن هذا الأمر؟ نعم آلاء، كما ذكرت قبل قليل كان من المقرر أن تدخل يوم غد الثلاثاء قرابة أو يدخل قرابة 10,000 شخص قادمين من محافظات سورية مختلفة وأيضا من جنوب لبنان باتجاه الشمال السوري، ولكن القرار الذي جاء اليوم ربما يغير من يعني مسار هؤلاء الأشخاص القادمين، ربما يضطروا للبقاء في مناطق سيطرة النظام أو حتى البقاء في مناطق سيطرة قسد إذا سمحت لهم قسد يعني في بالدخول إلى منبج أو المناطق اللي تسيطر عليها، لأن الدخول لمناطق قسد يحتاج كفيل أيضا
السماح لهم بالدخول. فهذا الأمر يعني مرهون بالقرار الذي سيصدر عن الشرطة العسكرية في حال ألغوا قرارهم أم أنهم سيستمرون في هذا الأمر. فبكل تأكيد إما سيضطرون للدخول عبر المعابر غير النظامية أو أنهم سيختارون وجهة أخرى من هذه الوجهة ويتجهون إما لسيطرة مناطق سيطرة النظام أو مناطق سيطرة قسد. هما مازال مراسلنا من الباب، شكرا جزيلا لك. فرضت قوات سوريا الديمقراطية حصارا على مناطق سيطرة النظام بمدينة الحسكة بعد يوم من حصار مشابه في القامشلي. وبحسب مصدر مطلع لتلفزيون سوريا فإن قسد أغلقت صباح اليوم كل الطرق المؤدية إلى مناطق سيطرة النظام المعروفة باسم المربع الأمني وسط مدينة الحسكة، إضافة إلى منعها دخول وخروج السيارات. وأشار المصدر إلى أن هذا الحصار جاء بهدف منع أي تجمعات واحتفالات كان من المزمع إقامتها من قبل النظام بمناسبة حرب تشرين في داخل منطقة المربع الأمني، إلى جانب منع دخول وخروج أي مجموعات مرتبطة بالنظام وإيران إلى المنطقة. وصلت عائلات سورية عقب الهجوم الإسرائيلي على لبنان إلى الشمال السوري، حيث تحدثت عن معاناتها في رحلة النزوح وعن شوقها للوطن بالوقت ذاته ومخاوفها من مصير مجهول. يا سوريا وينك؟ شو بعدت عني؟ ناطر أنا رجوعك، ناطر مستني. يا سوريا وينك؟ شو بعدت عني؟ ناطر أنا رجوعك، ناطر مستني. أين تبقى نعود عأرض الجدود؟ رجعنا الحمد لله. والله نحن يا شباب جينا من لبنان، لنا 12 سنة في النبطية، هوني كنا عايشين، بس بقى صار حرب كتير، يعني مثل هون قمنا قلنا بنرجع على بلدنا احسن، ما في احلى من سوريا وتراب سوريا، بنموت في بلدنا احسن. جاء العدو الصهيوني كمان على لبنان، هدم البيوت ورحلنا، ضلينا 7 ايام كثير عانينا، مشينا في الاراضي 7 ايام مو في الكروزي بين الشجر، 7 نهارات لوصلنا، والله تكسرنا وهلكنا كثير وتعبنا. عزمتكم على خبز التنور انت وابو الطيب ودي. نحن تهجرنا من هون من بلادنا من الضرب ومن القصف، من 2012 طلعنا على لبنان. أنا أخذنا أولادنا، نحن نشتغل هونيك عمال في الحجر في لبنان. لوقت اللي صار هالحرب في لبنان كنا عايشين، يعني ممكن يعني أقول لك إنه في تمييز بين لبنان والسوري في محلات. ليوم الحرب نحن في أمان الله عايشين ما في في الشارع. ما حسينا إلا هالطيران بلش وصار الضرب حوالينا من كل جهة. أنا هوني يعني الحقيقة يئست يعني من القاعدة في لبنان خالص، فقلت أنا الأفضل أن نروح نرجع بلادنا. حملنا واتصلنا في عالم يعني مش شان ياخذونا، اجوا أخذونا. يعني في محلات السير فيها كان ماشي حلو سهلي، وفي محلات صعبة جدا. يعني تتخيل أنه أنت تطلع مثلا الساعة 2 في الليل في بكاب، والبكاب موطئ شغل إضوية ولا مشغل إنارة، ولا عم يشوفوا عم يمشي في عرض الفلاحه بين هالشجر الزيتون وبين، يعني حطينا روحنا بين دينا ومشينا واتكلنا على الله، قلنا الحمد لله. تعذبنا على الطريق، تعذبنا وضلينا شيء 6 7 ايام، ودافعنا تكلفنا مصاري كثير، انا واولادي وابني الثاني، نحن 3 عيال، دفعنا كل واحد شيء 2000 دولار، يعني دفعنا شيء 6000 دولار. مريح في الضيعه والدنيا والجوله. والله صار لنا هلا بلبنان شيء 13 سنه. وتعذبنا كثير وانقهرنا كثير وانزلينا كثير، ورجع صار هالضرب هلا في لبنان. ما بقى نقدر نوقف ولا نقدر نتحرك، الصواريخ حوالينا، المحطه انضربت حدنا، علقت النار للسماء، ما بقى نقدر نبرك. وجينا عم نطلع على سوريا على اساس، جينا ما نطلع على سوريا على اساس بدنا نروح على غير طريق، جابونا على طريق النظام. جينا على طريق النظام دقنا ما حدا داقه، 5 ايام على الطريق ونحن نتعذب. يعني الحواجز كل حواجز اصعب من الثاني. ضلينا نهارين من الليل لتاني يوم المغرب
وهن حواجز هذا الفرقة الرابعة على مصاري وعلى يطلعوا يفتشونا وينزلوا يفتشوا ونزل البرودة وممنوع حدا يتحرك وممنوع مرتين فتشونا مرتين فتشونا وفتشوا السيارة مرتين ورجعوا طالعونا للباب رجعوا أخذوا الهويات منا وقال بدنا ياخذوا مصاري من الكل نزلوا الشباب وأخذوا منا المصاري كل الشباب 500 والبنات خراج إيد يعني إيش خراج الإيد البنت إيش بدها تروح على الجيش إيش بدها خراج الإيد البنت أخذوا عليه 300 ألف بالخرج الأيد البنت لبناني ماشي والسوري بدي يعذبوا له حتى يخلوا يفوت مبيني يعني الباصات بتروح للبنانيين بتجيبهم وبتجي على الشام على الفنادق ونحن جايين ودافعين إجرة وكل شيء وبدنا نجي على بلادنا ممنوع نجي على بلادنا دقنا المحل دقوا بس ما نجي على ضيعنا بلك بدنا نشوف ضيعنا بعد 13 سنة بلك بدنا نشوف أولادنا بلك بدنا نشوف أهلنا وجينا ولقينا كل بيوتنا متهدمة وكل بيوتنا يعني بيت نسكن فيه ما في عنا لا يا حسين حلو حسين ما في أحلى من حسين ما في أحلى من حسين طالب الجيش الإسرائيلي اللبنانيين بالابتعاد عن ساحل البحر جنوب نهر الأول قائلا إنه سيعمل ضد أهداف لحزب الله وفق تعبيره. ونقلت هيئة البث عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله إن البحرية الإسرائيلية ستبدأ قريبا العمل ضد حزب الله من البحر. وفي وقت سابق قال الجيش الإسرائيلي إن 100 طائرة مقاتلة تابعة له هاجمت على مدى ساعة ما يزيد على 120 هدفا لحزب الله في جنوب لبنان. وأوضح أن من بين الأهداف التي تمت مهاجمتها منظومة الصواريخ والقذائف ومقر استخبارات حزب الله في جنوب لبنان. نشر الجيش الإسرائيلي مقاطع مصورة قال إنها للواء جولاني أثناء العمليات البرية ضد حزب الله في جنوب لبنان. طالب الجيش الإسرائيلي سكان قرى الجنوب اللبناني بعدم العودة لمنازلهم حتى إشعار آخر. وأكد الجيش في بيان له استمرار عمليات القصف داعيا المدنيين إلى عدم العودة إلى إخلاء منازلهم. وكان الجيش الإسرائيلي قد طالب في بيانات عدة سكان في عشرات القرى في جنوبي لبنان بالابتعاد شمالا إلى ما بعد نهر الأول. شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية اليوم غارات جديدة على ضاحية بيروت الجنوبية بعد سلسلة غارات ليلية على مناطق مختلفة. استهدفت الغارات وفق الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام مناطق سان تيريز وبرج البراجنة والحدث. وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف أهدافا في المقر المركزي لاستخبارات حزب الله ومنشآت لتخزين الأسلحة. من جانبها قالت وكالة فرانس بريس إن أصوات انفجارات قوية سمعت في مناطق واسعة من بيروت مع انتشار رائحة كبريت في أرجاء العاصمة.
معنا من البقاع مراسلنا أحمد القصير. أحمد، كيف يبدو المشهد الآن لديك؟ مرحبا. طبعا الغارات الليلية كانت قد استمرت على ضاحية بيروت الجنوبية، وتحديدا منذ دقائق كان هناك غارتين جويتين متتاليتين على أطراف البقاع، على أطراف ضاحية بيروت الجنوبية، إضافة إلى سلسلة غارات على منطقة غرب بعلبك وبوادي وأطراف البقاع الغربي في شيخ مسطار وفلاوي. يعني عدة غارات ليلية كانت طالت النبيشيط وعدة مناطق أخرى في البقاع. الغارات الليلية لا زالت مستمرة يعني حتى على ضاحية بيروت التي تعرضت لست غارات متتالية، إضافة إلى الغارات المتتالية كانت هي في حي الرويس والأمريجي وملعب الراية وحي الأمريكان، إضافة إلى أنه كان هناك قصف مدفعي على بعض البلدات الجنوبية مثل اللبونة والناقورة وكفركلا وعلم الشعب، وعدة غارات جوية جنوب لبنان. طبعا الغارات الليلية تستمر على الضاحية الجنوبية، إلى الآن أصبحوا 8 غارات طالت الضاحية الجنوبية منذ قرابة الساعة حتى اللحظة، إضافة إلى الغارات التي طالت صور وإقليم التفاح حيث سمع أصوات انفجارات هناك. طبعا الصحة اللبنانية اليوم كانت قد قالت أن عدد الضحايا وصل إلى 2083 ضحية، إضافة إلى ما يقارب 10,000 جريح أو مصاب، إضافة إلى أن الخارجية الأمريكية كانت قد قالت في بيان لها أنه تحدثت مع إسرائيل وقالت أنها طلبت من إسرائيل أن تبقي الطرقات إلى مطار بيروت مفتوحة ولا تغلقها في الغارات كما حصل في طريق المصنع في سوريا. طبعا الإسرائيل كان دويل الانفجارات والاستهدافات للأراضي الإسرائيلية يسمع برشقات صاروخية في جنوب لبنان عبر صواريخ أطلقها كان مقاتلو حزب الله، وكان قد تحدث حزب الله أنه عفوا الإعلام العبري تحدث أنه ما يقارب 60 صاروخ أو أكثر أطلقوا من قبل الأراضي اللبنانية عبر مقاتلي حزب الله. أحمد من البقاع، شكرا جزيلا لك. الآن تنضم معنا مراسلتنا ريم العمري من القدس المحتلة. ريم، ما الملاحظ اليوم بعد مرور عام على طوفان الأقصى وبعد ما يصفه المسؤولون الإسرائيليون بأنه معركة وجودية بحقهم؟ نعم ألاء، هذا اليوم شهد غارات على كل المناطق في الجبهة الشمالية مع جنوب لبنان وأيضا على قطاع غزة، وكان هناك تصعيد عسكري كبير أيضا في مناطق مختلفة من الضفة والقدس. وأعلن الجيش الإسرائيلي ميدانيا عن تصنيف عدة بلدات في الجليل الغربي كمنطقة عسكرية مغلقة هذا اليوم، وذلك في سياق التصعيد المتواصل للهجمات على لبنان وأيضا في إطار العمليات العسكرية البرية المتواصلة في جنوب لبنان. شمل هذا التوسيع المنطقة العسكرية المغلقة بلدات رأس الناقورة وشلومي وعرب العرامشة، وهي المرة الأولى التي يتم فيها إعلان هذه البلدات كمنطقة مغلقة منذ الإعلان عن بدء العمليات البرية في لبنان الأسبوع الماضي، وذلك لأن هذه المناطق دائما ما تستهدف بالهجوم الصاروخي من قبل حزب الله. وأيضا في بيان له شدد الجيش الإسرائيلي على أن الدخول إلى هذه المنطقة ممنوع منعا باتا. يذكر ألاء أن رأس الناقورة تقابلها بلدة القليلة اللبنانية، وأيضا بلدة شلومي تقابلها بلدة الطيرة، فيما أيضا تواجه بلدة حنيتة بلدة العديسة في جنوب لبنان. وكان الجيش الإسرائيلي أيضا قد أعلن عن بلدات المطلة وعدة بلدات أخرى أيضا أن الدخول إليها ممنوع تماما في إطار تعزيز الاستجابة للتطورات في المنطقة. وعادة ما يتزامن إعلان الجيش الإسرائيلي عن توسيع المناطق العسكرية المغلقة مع عمليات برية وقصف جوي مكثف في المناطق اللبنانية المحاذية، بمعنى إذا أعلن عن هذه المناطق أنها مناطق عسكرية مغلقة هذا معناه أنه سيكثف القصف البري والجوي في محاولة
فسرت أنها للتسلل إلى الجنوب اللبناني من محاور إضافية لتوسيع الهجوم، وهذا الذي يمضي به نتنياهو. نتنياهو يريد توسيع الهجوم في كل مكان، في قطاع غزة، أيضا في لبنان، وكأن الحرب عادت من بداياتها كحجم ريم الآن ونحن نتحدث الهجوم. نتنياهو يصرح يجب عدم وقف القتال طالما أن العدو يشكل خطرا على وجودنا، وسنواصل القتال وسننتصر. هذا يتقاطع مع ما تتحدثين به. أود السؤال عن ما قيل بأنه سماع دوي انفجارات في مركز إسرائيل، هل من معلومات عن الأمر؟ نعم، المعلومات المتوفرة حول هذا الموضوع أنه وردت إشارات من سكان بلدات المركز عن سماع دوي انفجارات، حيث بلغ إسرائيليون عن سماع دوي انفجارات في مدن المركز، كما أن أيضا هناك دوي لصافرات الإنذار في عدة مناطق ضمنها مستوطنة المطلة عند الحدود الشمالية مع لبنان. اليوم كان هناك أيضا حديث عن شبهة تسلل إلى مناطق مستوطنات الشمال مثل مستوطنة المطلة والجليل. يبدو أنها هذه تحركات جديدة يود الاحتلال القيام بها، خشية من عمليات تسلل قد تحدث، وأيضا خشية من ضرب مراكز المدن أيضا ومركز البلاد، والمقصود به هنا تل أبيب. فيما يتعلق ب نتنياهو، يعني كنت سآتي على هذا الأمر والتصريحات السياسية، لكن الجيش الإسرائيلي في البداية شدد على أن هذا التطور من خلال التشديد على المناطق كمناطق عسكرية مغلقة وتكثيف أيضا القصف، هذا يأتي في الوقت الذي يحاول فيه الجيش الإسرائيلي استخدام أيضا، أو إسرائيل تحاول استخدام قوات اليونيفيل كدرع بشري للتغطية على عدم قدرتهم التقدم نحو القرى في جنوب لبنان، خاصة بعد سلسلة من المحاولات الفاشلة في عدة محاور. وكانت قوة اليونيفيل قد حذرت يوم الأحد الماضي من تطور خطير للغاية مع اقتراب عمليات الجيش الإسرائيلي من هذه المواقع في جنوب لبنان. إذن هو يحاول التقدم أكثر نحو القرى، وهناك تدور مواجهات برية عنيفة بين الجيش الإسرائيلي وبين مقاتلي حزب الله. أما فيما يتعلق بالتصريحات وما قام به نتنياهو اليوم بكلمة مقتضبة، هو أجرى مشاورات أمنية، وهذه المشاورات كانت في مجملها حول الرد على إيران، ولكن هذه المرة لم يستدعي وزير الجيش يوآف جولانت إلى هذه المشاورات، في أعقاب جلسة خاصة عقدتها الحكومة الإسرائيلية بمناسبة مرور عام على 7 أكتوبر وبدء الحرب على قطاع غزة. كيف يمكن تفسير عدم دعوة جالانت ريم؟ نعم، التفسيرات أن إقصاء وزير الجيش يوآف جالانت من هذه المشاورات التي تطرقت كذلك إلى الرد على الهجوم الإيراني، كما لم يكن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أيضاً هيرسي هاليفي حاضرا في هذه الجلسات. في المقابل شارك كل من وزير الخارجية ووزير القضاء ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وأيضا سموتريتش ووزيرة المواصلات. هذا يفسر أنه في أعقاب الجدل الذي أثاره غياب جالانت، صدح مصدر سياسي قائلا أنه لم يدعو أي من الوزراء إلى اجتماع طارئ في مكتب رئيس الحكومة، وأن رئيس الحكومة يجري من وقت لآخر مناقشات وزارية حول القضايا المطروحة، وهذا ما يحدث أيضا. وإثر هذه المشاورات التي قللت أيضا الأوساط المحيطة بنتنياهو من أهميتها، عقد أيضا نتنياهو جلسة مع رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي في ظل الاستعدادات لتوجيه ضربة قوية وقاسية لإيران ردا على الهجوم الصاروخي. وأيضا يجري نتنياهو مشاورات مكثفة بشأن هذه الضربة، وقال إنه يعتزم توجيهها إلى إيران بعد الهجوم الصاروخي الذي شنته على إسرائيل. طبعا هو خالف جميع التوقعات ريم بأن الضربة لم تكن قبل 7 أكتوبر كما كان يتوقع العديد من المراقبين. على أي حال من العمري مراسلتنا من القدس المحتلة، شكرا جزيلا لك. مش مكان آمن.
مأساوي يعني فوق الخمسين شهيد. هذا الطفل ايش دخلها هذا الدولة اللي فيها 13 نفر كلهم راح. راح البيت وراح كل شيء. غزة اليوم بفضل الله أقوى. بنعالج كمية ناس كتير. غزة كلها ما فيش فيها معدات كافية هنا. المعاناة المستمرة للمستشفيات جراء النقص الحاد. أكد أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام في الذكرى السنوية الأولى لطوفان الأقصى أن العملية وجهت ضربة استباقية للعدو بعدما وصل تخطيطه لضرب المقاومة بغزة لمراحله النهائية. قال أبو عبيدة أن القسام أسقطت آلافا من الجنود الإسرائيليين قتلى وجرحى وأخرجتهم من الخدمة، مؤكدا أن خيار المقاومة هو الاستمرار في معركة استنزاف طويلة ومؤلمة مع الاحتلال، وأشار إلى أن المعارك أثبتت نجاح هذا الخيار، وقال إن العدو المتغطرس لا يفهم دروس التاريخ ولا حقائق الواقع ولا ثقافة شعبنا وأمتنا بحسب تصريحاته. يمر عام كامل على طوفان الأقصى الذي غير معالم المنطقة بأكملها، وتبعه عدوان إسرائيلي عنيف على قطاع غزة وامتد إلى كافة المنطقة. عام كامل من القتل والدمار يعيشه سكان القطاع، فكيف تبدو غزة بعد عام من الطوفان؟ وكيف تبدو المنطقة؟ كانت هذه هي المشاهد الأولى من الطوفان، الهجوم العسكري المباغت الذي شنته كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس على مستوطنات غلاف غزة. مع بزوغ فجر 7 أكتوبر تشرين الأول عام 2023 بدأت عملية طوفان الأقصى عبر هجوم صاروخي واقتحام بري شنته كتائب القسام على الكيبوتسات الإسرائيلية، سيطروا من خلاله وبعد اشتباكات عنيفة على عدد من المواقع العسكرية في مستوطنات سدروت وأوفاكيم ونتفوتا، واستطاعوا أسر عدد من المدنيين والجنود على رأسهم قائد فرقة غزة أساف حمامة. الهجوم الفلسطيني المباغت الذي هز أركان إسرائيل القوة الأولى في الشرق الأوسط جعل المنطقة في مستقبل مجهول من مردودات عنيفة. بدأت أولى مردودات الهجوم وما إن استفاقت إسرائيل من صدمتها حتى حرك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طائراته نحو القطاع ليقتل ويصيب عشرات الآلاف من سكانه، من بينهم عائلات محيت بأكملها، ويحول ربع منازله على الأقل إلى أكوام حسب تقرير للأمم المتحدة، ليحاسب القطاع البائس في الأساس على فاتورة ثقيلة. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول إن إسرائيل تعرضت لضربة قوية قبل عام، وإنه عمل حيال ذلك على تغيير الواقع، فالواقع لا بد أن يتغير، والمشاهد لا بد أن تتبدل، والأعين لا بد أن تمتلئ بغير تلك التي رأت قبل عام، وفي سبيل ذلك جثث وأشلاء. دخل حزب الله اللبناني على خط المواجهة إسنادا لغزة وحماس التي يربطهما ما يسمى تحالفا أو محور المقاومة، دخول ظل محكوما بقواعد اشتباك مرساة بينه وبين إسرائيل لسنوات، والتي كسرت لاحقا بشن إسرائيل غارات كثيفة على قواعد حزب الله موقعة فيه خسائر كبيرة وصلت حد اغتيال معظم قياداته وعلى رأسهم أمينه العام حسن نصر الله الذي لطالما حذر إسرائيل من تخطي الخطوط الحمراء. إعادة الجولان وحتى في الداخل. ومع تغير القواعد واغتيال إسرائيل حسن نصر الله في لبنان ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في قلب طهران، دخلت إيران حلبة الصراع للمرة الثانية بإطلاقها صواريخ باتجاه إسرائيل التي كان من بينها باليستية متطورة أصابت بعض منها أهدافها.
وفي ذكراها الأولى تقول حماس إن طوفان الأقصى جاء لإفشال مخططات دمج الكيان الإسرائيلي في المنطقة عبر عمليات التطبيع مع الدول العربية، ودفاعا عن حقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق استقلاله وتقرير مصيره، في وقت شاركت فيه دول عربية في إبريل نيسان الماضي في التصدي لمسيرات إيران التي أطلقتها نحو إسرائيل. أما إسرائيل فتقول إن الفرصة الآن سانحة لتغيير الواقع وكل شيء بما يسمح بتأمين حدودها ومستقبلها، وإنها قادرة على الوصول إلى أي هدف في الشرق الأوسط. وفي ظل تجهيز إسرائيل عملية برية جديدة في جنوب لبنان، تستمر حتى الآن تل أبيب في عمليتها بقطاع غزة لاستعادة أسراها ولتفكيك كتائب حماس، بينما تستمر الأخيرة في إطلاق صواريخها على تل أبيب حتى اليوم، ويبقى الأسرى محتجزون في غزة، وسقط مئات القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي. المشهد الآن، لا صواريخ أوقفت ولا عملية أثمرت، فقط بقي قوس التصعيد مفتوحا لترتهن المنطقة بما هو آت. قالت هيئة البث الإسرائيلية إن عددا من الصواريخ أطلق من غزة باتجاه تل أبيب الكبرى، في حين قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات إنذار دوت في تل أبيب الكبرى ووسط إسرائيل. ومن جانبها أعلنت كتائب القسام عن قصفها لتل أبيب برشقة صاروخية من نوع M90 ضمن معركة الاستنزاف المستمرة، وردا على المجازر الإسرائيلية. أظهرت لقطات من كاميرات مراقبة انفجارا بالقرب من حيفا شمالية إسرائيل بعد إطلاق صواريخ من لبنان، حيث قال حزب الله إنه استهدف قاعدة عسكرية إسرائيلية بالقرب من حيفا. معنا الآن من غزة مراسلتنا شروق شاهين. شروق، إذن بعد عام على حدث غير المنطقة وسيغيرها بعد طوفان الأقصى، يعاود القسام اليوم قصف تل أبيب، ما المشهد ميدانيا وإنسانيا من غزة؟ نعم لا، المشهد هو استمرار القصف الإسرائيلي على مناطق عدة في قطاع غزة، أبدأ من المحافظة الوسطى للقطاع وتحديدا من مخيم البريج، حيث قامت قوات الاحتلال قبل قليل باستهداف منزل يعود لعائلة أبو الهادي في مخيم البريج. وهذا المنزل مكون من عدة طوابق ومليء بالعائلات النازحة. الاحتلال الإسرائيلي استهدف هذا المنزل دون سابق إنذار أو تحذير، وهناك بحسب المصادر الميدانية عدد كبير من الشهداء وأيضا الجرحى الذين يتم نقلهم عبر سيارات الإسعاف في المحافظة الوسطى لقطاع غزة. في مستشفى شهداء الأقصى قبل قليل وصل عدد من الجرحى بتحويل من مستشفى العودة الواقع في مخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين، وأيضا وصل إلى هنا شهيدة وهي طفلة تبلغ من العمر سنوات نتيجة هذه الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منزل لعائلة أبو هادي في مخيم البريج. ليس هذا الاستهداف الوحيد، كان هناك أيضا غارة إسرائيلية على خيام للنازحين في ذات المخيم، ونقل من هذا الاستهداف
استهداف عدد من الشهداء وأيضا الجرحى إلى مستشفى العودة. بالعادة يتم نقل الحالات الحرجة من هذا المستشفى، من مستشفى العودة إلى مستشفى شهداء الأقصى. كذلك مخيم النصيرات تحديدا المنطقة الغربية للمخيم تعرض لعمليات إطلاق نار وقصف مدفعي وحتى استهدافات إسرائيلية طالت منازل للمواطنين في هذا المخيم وأدت إلى ارتقاء عدد من الشهداء. الوضع أيضا صعب للغاية في شمال القطاع وتحديدا مخيم جباليا الذي يتعرض لعملية عسكرية لليوم الثاني على التوالي تقوم. نعم، يبدو أننا فقدنا الاتصال مع مراسلتنا شروق التي كانت تتحدث عن الوضع الإنساني في قطاع غزة بعد مرور عام على طوفان الأقصى شهد فيها القطاع مقتل أكثر من 40,000 فلسطينيا وجرح وإصابة عشرات الآلاف. وفي ذات الإطار قال رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل في مقابلة مع رويترز إن عملية طوفان الأقصى في 7 من تشرين الأول عام 2023 هي رد فعل طبيعي للفلسطينيين الذين وصلوا إلى حالة الانفجار. 7 أكتوبر كانت رد فعل طبيعي في ظل كل هذه المعطيات والأبعاد، وبعد أن وصل الشعب الفلسطيني إلى يعني حافة الانفجار. ف 7 أكتوبر لم يبدأ التاريخ من 7 أكتوبر، إنما كان محطة الظرف وحالة الغليان أجبرت شعبنا أن يتحرك باتجاه الطوفان. نعم اليوم كما تفضلت الخسائر كبيرة، الشهداء والجرحى والنازحين في غزة، القتل اليومي في الضفة الغربية، القتل اليوم في لبنان والمجازر، وإسرائيل تضرب في كل مكان. هذا الطوفان 7 أكتوبر كشف عن الوجه القبيح الأكثر قبحا للكيان الصهيوني، ولكن 7 أكتوبر أعادت الجميع إلى حقيقة الصراع، أن أساس المشكلة هو الاحتلال، وأن إسرائيل عدوة وجسم غريب في المنطقة ولا بد أن تخرج من المنطقة. بالعودة إلى شروق، شروق، ماذا يقول الناس بعد كل هذه المدة وفي ظل الظروف القاسية التي يعيشونها، ونحن نسمع تصريحات من قبل حركة حماس حول جدوى وأهمية وأحقية 7 من أكتوبر؟ نعم، الناس اليوم كانت تستذكر أيام ما قبل 7 من أكتوبر، ما كانت تعيشه من تفاصيل جميلة وحتى التفاصيل المريرة جراء الحصار الإسرائيلي، لكن بنظرها بأن كل الحياة وتفاصيلها ما قبل 7 من أكتوبر هي تفاصيل تريد العودة إليها وتريد ذات المشكلة تتكرر يبدو مع شروق شاهين ربما لسوء الاتصالات. نعود لتصريحات خالد مشعل الذي شدد على أن ما حققه رئيس الوزراء الإسرائيلي مؤخرا ما هو إلا حالة مؤقتة، مؤكدا في الوقت ذاته أن إسرائيل فشلت في تحقيق أهدافها خلال الحرب. المشهد الأخير الذي بدأ فيه إنجازات حققها نتنياهو والجيش الاحتلالي الإسرائيلي، هذا ليس نهاية المطاف، هذه ليست الصورة الختامية. الحرب كر وفر، ويوم لك ويوم عليك، ولكن المآلات بالتأكيد لن تكون لصالح إسرائيل. إسرائيل لديها التفوق العسكري والتكنولوجي والاستخباراتي، تملك تقنية الذكاء الاصطناعي والمصادر المعلومات الدقيقة بدعم أمريكا، لا شك هي متفوقة في ذلك، لكن والتالي استطاعت أن تحقق اغتيالات و جملة إنجازات ربما رممت صورة الردع لدى إسرائيل التي فشلت وتدمرت في غزة، ولم يستطع نتنياهو أن يستعيد صورة الردع عبر عامل كامل مع غزة وحدها. لكن هل هذه الصورة في الأسابيع الماضية تكفي لصناعة الصورة الختامية؟ لا، الصورة الختامية قطعا بإذن الله ستكون لصالح فلسطين ولبنان والمقاومة، ولن تكون لصالح إسرائيل، وإسرائيل ستخسر.
نستعرض في المادة الآتية أبرز الخسائر التي تعرضت لها إسرائيل منذ بدء عملية طوفان الأقصى في 7 من تشرين الأول الماضي. قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش بدأ هجوما على جميع أرجاء قطاع غزة في التوقيت نفسه لبدء عملية 7 من تشرين الأول قبل عام. وذكر الجيش الإسرائيلي أنه بدأ يهاجم أهدافا ومنصات لإطلاق الصواريخ تابعة لحركة حماس في قطاع غزة، تزامنا مع إعلانه بدء مناورات عسكرية في منطقة الجليل الغربي شمالي الأراضي المحتلة. قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان إن المقاومة في قطاع غزة بخير ومستمرة بالقتال كما لو أنها في اليوم الأول لمعركة طوفان الأقصى. جاء ذلك في كلمة ألقاها حمدان خلال افتتاح فعاليات المؤتمر 7 لمنتدى كوالالمبور للفكر والحضارة. ولذلك أنا أقول لكم أيها الإخوة، وقبل أن أختم، إن المقاومة اليوم بخير، والسؤال لا ينبغي أن يكون عن غزة رغم أهميته، فقد أدت غزة واجبها، استشهد قادتها وحل بعدهم قادة من خيال المقاومة، ومجاهدوها في الميدان يقاتلون كما وأنهم يقاتلون في اليوم الأول من المعركة، وشعب يصمد رغم كل التحديات، وضفة تتحرك اليوم، ورأينا عملية يافا، وما هو قادم بإذن الله أفضل من ذلك، ومعركة تتسع لتسأل الأمة عما هي فاعلة في تاريخنا أيها الإخوة. وأختم بذلك، مرت لحظات تراجعت الأمة فيها، نماذج، معركة في داخلها كمعركة الخرامطة الذين عدوا على بيت الله الحرام ومنعوا فريضة الحج سنينا، وأخذوا الحجر الأسود اقتلعوه من الكعبة وأخذوه إلى منطقتهم. قالت حركة حماس بمناسبة مرور عام على عملية طوفان الأقصى في بيان إن الحركة تبذل جهودا كبيرة لوقف العدوان الإسرائيلي وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني. وحملت حماس الإدارة الأمريكية مسؤولية استمرار الجرائم والإبادة الجماعية، ودعتها للكف عن سياسة الانحياز للاحتلال. بدوره قال المرشد الإيراني علي خامنئي في منشور باللغة العبرية على إكس إن عملية طوفان الأقصى أرجعت إسرائيل 70 عاما إلى الوراء. المستشار الألماني أولاف شولز دعا من جانبه إلى وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط. هذا وشدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة ولبنان. وبدوره دعا بابا الفاتيكان فرانشيسكو المجتمع الدولي إلى إنهاء ما وصفها بدوامة الانتقام في الشرق الأوسط. عربيا، شدد ملك الأردن عبد الله الثاني ورئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان على ضرورة تكثيف الجهود العربية والدولية لوقف الحرب على غزة ولبنان.
قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هليفي إن إسرائيل هزمت الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس. جاء ذلك في كلمة ألقاها هليفي في الذكرى السنوية الأولى لعملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال. وأضاف هليفي أن إسرائيل وجهت أيضا ضربة شديدة إلى حزب الله الذي خسر كامل قياداته العليا بحسب وصف هليفي. عام إذن من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كانت له تداعيات واسعة على كل القطاعات الحيوية. تلفزيون سوريا رصد حال القطاع بعد 12 شهرا من الحرب ومعاناة الناس في واحدة من أكبر مجازر القرن الجاري. لم يكن عاما ورديا على غزة، وإنما كان دمويا بفعل آلة الحرب الإسرائيلية وإبادتها الجماعية ضد شعب أراد الحياة. عام مر من العدوان على غزة، نال من البشر والشجر والحجر، ولم يرحم أي من القطاعات الحيوية والأساسية كالقطاع الصحي الذي عاث فيه خرابا ودمارا وأخرج معظم مستشفياته عن الخدمة، وما يزال يقطع عنه كل ما ينقذ الحياة. نحن نتحدث عن تحديات كبيرة بالنسبة لوزارة الصحة وطاقم الأطباء وطاقم التمريض، خصوصا بعد تدمير الاحتلال ما يقارب 23 مركزا صحيا وطبيا ومستشفى في قطاع غزة من أصل 38، واعتقال الكثير واستشهاد الكثير من طواقم وزارة الصحة، ومع استمرار إغلاق معبر رفح واستمرار عدم دخول المستلزمات الطبية إلى القطاع، تشهد جميع مستشفيات قطاع غزة نقص شديد في الإمكانات ومستلزمات والأدوات الطبية اللازمة لعلاج الجرحى والمصابين. في ظل هذه الظروف نجد أن الكثير من المصابين يتعرضون لتسمم ويتعرضون للالتهابات شديدة في جميع أنحاء جسمهم. في غزة لا مهرب من احتمالية الموت، فلم يحظى الفلسطينيون منذ عام بفرصة للنجاة والشعور بالأمان. أكثر من 3000 مجزرة ارتكبت ضد مدنيين في مناطق عدة، ومسحت نحو 900 عائلة من السجل المدني، وما يزال هناك الآلاف من المفقودين لم يبقى لأحبائهم سوى ذكراهم. وهي منال الناجية الوحيدة من 68 نفر، ستها برضو استشهدت، وعمامها وأبوها وخالاتهم كانوا في نازحين. أي طيارة بتمشي بتلاقيها بتيجي بتعبطني وبتخاف، بقولها يا تاتا خلص تخافيش بعاد إحنا. ويوم ما أعطوها كفالة هي بتقولي أنا بديش فلوس، أنا بدي بس يرجعوا لي ماما وبابا. يعني البنت بتفهم. طب هذه الزنب بس هذه 7 سنين. توغل جبروت الاحتلال في مدن وأراضي القطاع تاركا خلفه بصمته التدميرية، فكانت نصيب بعض المناطق التسمية الأقصى على أصحابها مناطق منكوبة كبيت حانون وغزة وخان يونس. لم يتركها الاحتلال سوى دمار بعد إلقاء نحو 85,000 طن من المتفجرات بحسب الإحصائيات الرسمية، مخلفة وراءها أطنانا من الركام وتحتاج إزالته سنوات، ولم يبقى لأصحابها سوى النهوض من تحت الركام والعيش فوقه. المناطق التي هي منكوبة في قطاع غزة، نحن حسب التصنيف الذي صممناه قبل فترة من الزمن والذي يعتمد على مؤشرات سبل العيش ومؤشرات البنية التحتية والحضرية، فإن منطقتي غزة والشمال هي مناطق منكوبة بشكل كامل لتدمير الاحتلال البنية التحتية وتدمير الاحتلال البنية الحضرية والمساكن، حيث أن المواطنين حتى البيوت التي يحاولون السكن فيها والمدارس هي أصبحت غير مجهزة لعملية السكن، وبالتالي لا يوجد بها مقومات سبل العيش. نحن نتحدث عن محافظة خان يونس، كمدينة خان يونس جزء كبير منها كمثلت حوالي 85% منها تدمير في المناطق البنية التحتية، و 90% دمرت في البنية الحضرية.
حولت المستشفيات إلى مراكز لإيواء النازحين الذين أجبرتهم قوات الاحتلال قسراً على النزوح من بيوتهم وأحيائهم السكنية، حتى أضحى مليون إنسان في عداد المشردين يعيشون فصول المأساة والقهر والظلم التي عادت بهم إلى ما عاشه أجدادهم عام 48، يصارعون في الحياة من أجل البقاء. إحنا يا خالتو بنروح بنعبي مي للغسيل، بقينا في الدار أوتوماتيك يا خالتو. اليوم شوفوا إيدينا كيف صاروا من كتر الغسيل والفعك والدعك. وإحنا يا خالتو الخبز بقى يا حبيبة قلبي نعمله على الطنجرة، نخبز فرن في بيتنا معزين مكرمين. هل قد يا خالتو مزلة بدنا نخبز كل يوم، ننقل هم الخبز على الفرن بالأجار برا. كثير كثير إحنا بنعانوا، وإحنا حسينا هلقيت بأجدادنا، إحنا كمان حسينا في 48 لما هاجروا أجدادنا. إيش أقول لك يا خالتي، والله الحياة صعبة. كانت هذه المنطقة شاهدة على حركة نشطة للمزارعين في كل المواسم، قضت عليها الحرب وحرمت السكان من محاصيلها، حتى المصانع أصبحت أثراً بعد عين، سياسة تهدف إلى إلحاق أضرار بليغة في الاقتصاد الفلسطيني. زادت الأزمات تعقيداً بعد فرض سيطرتها على المعابر، تحديداً معبر رفح، وهو المنفس الوحيد للفلسطينيين في غزة، وهو ما يعني حكماً بالإعدام على آلاف المرضى وحرمان سكان القطاع من طوق نجاتهم الوحيد. شروق شاهين، تلفزيون سوريا، قطاع غزة. الآن نترككم مع هذه المشاهد المباشرة من جنوب لبنان على رأس الساعة، ألقاكم في تغطيتنا المستمرة.